في الحدث الأبرز عالمياً، العراق يكتسح دول العالم ويخطف لقب بطولة رياضية، بطولة المواي تاي للفنون القتالية في تايلاند. فبمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 700 رياضي منافس في العاصمة التايلاندية بانكوك، نجح اللاعب العراقي مصطفى التكريتي نجح بالتأهل وحصد لقب البطولة من فئة الرجال بعد أن خاض منافسة شرسة تمكن بنهايتها من الفوز بذهبية على بطل جمهورية مولدوفا بوزن 81 كيلوغرام. لحظة تتويج اللاعب العراقي البطل كانت الأكثر رواجاً في السوشيال ميديا وعبر المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية أيضاً. لحظة التتويج نتابعها معاً. Gold medal. Let's make it loud now, ladies and gentlemen. Mustafa Al-Tikriti from Iraq. Congratulations to Iraq. ยินดีด้วยนะครับเหรียญทองในกีฬาจากประเทศอิรักครับ Congratulations. Please rise for the national anthem. على أنغام النشيد الوطني العراقي وبدموع الفرح توج اللاعب مصطفى التكريتي بذهبية بطولة الملاكمة أو المواي تاي القتالية بعد فوزه على اللاعب الأمريكي والإيطالي والفرنسي وكذلك بطل مولدوفا. أخيرا لم تكن ذهبية مصطفى هي الوحيدة، بل أيضا اختطف كل من اللاعبين العراقيين علي الكناني وحسين سالم ذهبية ثانية في البطولة نفسها. And the gold medal. Iraq, Ali Kanaan, Hussein Al Zubaydi. ยินดีด้วยนะครับกับนักกีฬาจากอิรักนะครับนี่คือเหรียญทองไม้มวยซีเนียร์ชายนะครับในการแข่งมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกนะครับและยังได้รับบัตรที่พักนะครับ5คืนเลยนะครับ Also receiving Swarovski and 5 nights at the Emirates Sports Hotel in Dubai. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. Thank you.
7 أوسمة ملونة حصدها العراق من بطولة المواي تاي والتي جرت فعالياتها في العاصمة التايلندية باكو كما قلنا، وبهذا يتأهل أصحاب الأوسمة الذهبية ومن ضمنهم العراق إلى دورة الألعاب العالمية والتي ستستضيفها مدينة جدة في السعودية. إذن هناك أيضا تعليقات وردود أفعال جاءت على قصة هذه الجوائز التي حصدها أبطال العراق. نبدأ بالتعليق الأول الذي سيظهر على الشاشة من عثمان فراس. حيا الله أبطال المواي تاي، رفعتوا اسم العراق والعراقيين، كفوا منكم والنعم، يا ريت الكل يتسابق على تكريمهم مثل ما صار ببطولة خليج 25 مع أبطال المنتخب، وإن شاء الله تعالى من فوز إلى فوز أكبر. أيضا هناك مداخلة وتعليق من أبو أحمد يقول: ألف مبروك للعراق برجاله الشرفاء، هزني عندما نزلت دموع البطل عند سماعه النشيد الوطني، بارك الله بأبطال العراق المحبين لوطنهم. أيضا تعليق آخر من قيس اللامي: مبروك مصطفى حبيبي، رفعتم اسم بلاد الرافدين بمحفل عالمي الكل يطمح له، رغم أنه للأسف ماكو أحد داعمكم ومقدر مواهبكم ومع هذا خطفت اللقب، كفو. أيضا تعليق آخر من عذراء تقول: بس بالعراق لا يوجد أي اهتمام أو دعم للرياضي مع الأسف، لذا يجب أن يتم تكريم هالأبطال ليكون حافز إلهم ويستهلون كحال منتخب العراق لكرة القدم، بل هذا الإنجاز أكبر وأعظم لأنه يحمل صفة العالمية.